في هذه الحافلة، يا أخي خذ زوجتك، خذ زوجتك، فهي التي تنكشف عليك وتنكشف عليها. ما أجمل مرافقة الزوجة في السفر، وأجمل ما في مرافقة الزوجة في السفر ما هو؟ من يعرف؟ بدك تكون ماخذ زوجتك، إذا مش ماخذ والله مش راح تفهم عنه، أو مش متجوز مش راح تفهم. أهم شيء ما هو؟ تحميك من الفتن. أهم من هيك موافقة دائما، يعني ها؟ إنه بدك تنام تنام معه في أي وقت، أمورك كأنك في بيتك. بالضبط، هذا الكلام وهذا الكلام، وهو أنك تنقل بيتك من الحضر إلى بيتك في السفر. فأنت عندما تكون في السفر مع زوجتك فتريد أن تنام، والزوجة المطيعة لا تخالف زوجها، بدنا ننام يلا ننام، بدنا نصحى يلا صحينا، بدنا نأكل يلا نأكل، بدنا نشرب يلا نشرب، قوم يساوي أكل حاضر، هاتي مي حاض، هي رجعت لبيتي إيش اللي في عمان اللي في دار الإقامة. أما حضرتك طالع مع أربع شباب ثلاث شباب كل واحد صاحب عيلة، بدنا ننام يا أخي لسه ما جاش وقت النوم، ليش بدك تنام بدري؟ طب خلينا نسهر يا أخي، ليش بدكم تسهر؟ بدنا ننام بدري. لو واحد راضي ينام، طب شو بدك تسهر؟ أنا بدي أروح أطوف. أنت شو بدك تسهر؟ أنا بدي أنام، بدي ناكل. لا 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 أنا بتحشاش، مش عارفين نعيش معاكم بالمرة، كل أسبوع لكن نشف طريقي. طب شو بدك تتعشوا؟ شو رايك نروح على البيك؟ لا 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 نروح على البيك، نروح على الطازج. زمان لا 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 بدناش الطازج. ولوين؟ كل واحد يقضوا لك اياها كلها ايش؟ خلافات. بيجي الامير يا اخي، امير كمان هون الله يرضى عليك، نام في غرفة ثانية. خلينا. اما زوجتك معك تتلذذ. نامي حاضر. اصحي حاضر. كلي حاضر، اشربي حاضر. اما هي بجوز العكس تقول لك نام تقول حاضر، اصحى حاضر، يلا نروح نطوف يلا حاضر. يا ما مش عارفين، المهم في النهايه في توافق سواء منك ولا ايش منها، خليها بالاسطوره. نعم ايوه. وقد سئل الامام احمد من قبل تلميذه اسحاق بن منصور الشهير بالكوثر فقال: قلت تكره ان يسافر الرجل وحده؟ قال: اني اخبرك اكرهه، واكره ان يبيت وحده في البيت. قال اسحاق: كما قال السواك.